أهلا بكم. في ظل تصاعد المخاوف بين مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن احتمالية خسارته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك خسارة الحزب الجمهوري لمقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب، تبرز تساؤلات حول استراتيجيات ترامب الانتخابية. هذه المخاوف تأتي في وقت يشهد فيه الديمقراطيون نجاحا ملحوظا في توحيد صفوفهم وإعادة إشعال الحماس بين ناخبيهم، مع التغييرات الطفيفة التي بدأ دونالد ترامب في تنفيذها داخل حملته الانتخابية. يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة هذه الاستراتيجية الجديدة على إعادة توجيه دفة السباق نحو الفوز. في هذه المساحة من التغطيات الإخبارية التي تأتيكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار من القاهرة، نناقش معكم أهم الإشكاليات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ونركز على التحديات التي تواجه ترامب وحملته في سباقه للوصول إلى البيت الأبيض. أدعوكم للترحيب معي بضيفتنا الكريمة التي نشرف بها هنا في الاستوديو، دكتور دينا عبد المحسن، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. سعداء طبعا بوجود حضرتك دائما معنا. أنا أسعد. استأذنك في البداية نتابع هذا التقرير، بعده نبدأ معك النقاش. بينما تقترب انتخابات الرئاسة الأمريكية، يتألق نجم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ما يدفع الرئيس الأسبق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب لمراجعة استراتيجيته للوصول مجددا إلى البيت الأبيض. استطلاع للرأي أجرته جامعة فيرلي ديكنسون الأمريكية خلص إلى أن هاريس تستحوذ الآن على 50% من أصوات الأمريكيين، بينما حصل منافسها ترامب على 43% من الأصوات. الاستطلاع أظهر أن هاريس لا تزال تتقدم على ترامب بين المستقلين الذين لا يميلون إلى أي من الحزبين، ولكن بهامش أصغر. ترامب وفريقه يشعرون بالقلق من تقدم هاريس، وهو ما دفعه إلى إجراء تعديلات في استراتيجيته الانتخابية لجذب الناخبين الذين لم يبدوا موقفا تجاه أي الحزبين، كما شرع الجمهوريون في ترميم علاقة ترامب بحاكم ولاية جورجيا الجمهوري برايان كيمبا الذي يحظى بشعبية كبيرة في هذه الولاية المتأرجحة. ورغم مساعي الجمهوريين إلى أن ترامب الذي يشعر بالخطر لا يزال يرفض كثيرا من نصائح مساعديها، حيث تبدد تصريحاته غير الرسمية بعض الجهود الرامية لتعزيز موقفه الانتخابي. وفي إشارة على تقدم هاريس، أعلنت حملتها جمع تبرعات بنحو 540 مليون دولار خلال ما يزيد قليلا عن شهر منذ أن بدأ مسعاها في المنافسة على الرئاسة، وهو أكبر مبلغ تم جمعه لأي حملة رئاسية في مثل هذه الفترة الزمنية. ترشح هاريس بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن خلف حالة من الزخم نقلت ترامب إلى موقف دفاعي، وهو يكافح حاليا للإبقاء على تركيز اهتمام الإعلام عليها. بعد أن تابعنا هذا التقرير، أدعوكم للترحيب مجددا بضيفتنا الكريمة دكتور دينا عبد المحسن، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات. أهلا بك مجددا يا دكتورة. أهلا بحضرتك. قبل الدخول في تفاصيل مرتبطة بسير الحملة أو الحملتي المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هناك من يرى أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقيها من حيث التحولات الدرامية الكثيرة التي شهدتها حتى قبل أن تبدأ المنافسات المباشرة بين المتنافسين، أبرزها مثلا ما يعني دخول كامالا هاريس من بعيد كمرشحة، بعض التطورات المرتبطة بإمكانية ترشح دونالد ترامب من عدمه، فكرة الملاحقة القضائية، انسحاب بايدن، إلى غير ذلك. هناك أمور ربما كانت تغيرات غير متوقعة لدى الكثيرين. صحيح. فمن حيث المبدأ قبل ندخل في التفاصيل، كيف تنظرين إلى مجمل هذه الانتخابات؟ هل هي مختلفة عن سابقيها؟ هذه التغيرات بالفعل تغيرات غير متوقعة، وهل لها دلالات في المشهد السياسي الأمريكي كله؟ صحيح. يعني أعتقد أن وجود ترامب في حد ذاته في الانتخابات الأمريكية والمشهد الأمريكي غير فيه كثيرا. لكن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات الماضية لدونالد ترامب في أنه يعني يحمل من الغضب كثيرا نتيجة يعني فشله في الانتخابات السابقة الماضية. أما فيما قبلها فكان يعتقد أنه سيستمر لدورتين مثله مثل العديد من الرؤساء الأمريكيين.
لكنه فوجئ يعني ببعض من الخيانة، ببعض من التربص، ببعض من التصرفات غير المفهومة من الدولة العميقة وما إلى ذلك، وهو صرح بذلك يعني. وبالتالي بدأ الآن حضرتك بتقريه ولا بتتكلمي بلسان حاله؟ بلسانه يعني، بلسان حاله. الخطاب السياسي والإعلامي لدونالد ترامب خطاب يعني على قدر ما به نقاط مفخخة وبه بعض الموضوعات العميقة، إلا أنه يحمل العديد من الاتهامات دوما. يعني دوما في خطاب ترامب هناك ضحية وهو ترامب، وهناك الظالم أو الجاني وهو طرف ما. يعني دائما هناك لغة اتهام واستخدام ألفاظ نابية واستخدام ألفاظ يعني لا يفترض أن تستخدم من أو يعني يستخدمها رئيس دولة في مناشدة سواء الشعب أو ناخبين. حتى الطريقة اللي بيتحدث بها والطريقة اللي بيتصرف بها، يعني عندما كان رئيس وحمل الإنجيل وقال البيض والمواطنين الأصليين، يعني خطاب عنصري، خطاب غريب يعني على المجتمع الأمريكي نفسه يعني. نعم. فأما الآن فهو يوجه الاتهامات ويوجه الألفاظ إلى بايدن، ومن بعد بايدن إلى هاريس. ولذلك جاءت حملته الانتخابية وبعض النصائح من دوائر أخرى بأنه يجب أن ينتبه كثيرا إلى خطابه السياسي والإعلامي، حتى وإن يعني يفترض أن يكتب له شخص يعني متخصص، شخص على قدر عنده حرفية من في الكتابة، أن يكتب له الخطابات، لأنه يتفوه بطريقة وبأسلوب وبكلمات لا تناسبه. وبدأت شعبية هاريس في الصعود، فهذا مؤشر خطر بالنسبة لترامب وحملته. وهناك بعض المؤشرات يعني أو الدلالات التي يمكن أن تقول أن هناك حرب خفية تحدث الآن، حرب شديدة جدا يعني، وهناك أطراف يعني كثيرة ستدفع ثمنها نتيجة هذه الانتخابات. أيضا تجد في الخطاب ليس فقط من ترامب وأيضا من بايدن جملة إن لم أفز فسيكون هناك كذا وكذا وكذا، لغة التهديد. ترامب إن لم أفز ستكون آخر انتخابات أمريكية، إن لم أفز ستكون هناك فوضى. وقالها بايدن قبل أن يختفي قليلا من المشهد وتظهر أو تترشح هاريس، قالها أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات تحمل فيما بعدها أو لها ما بعدها. وهاريس قالتها بالمناسبة، إذا أذنت لي في مقاطعة بسيطة، في إحدى الولايات في جولاتها الانتخابية بعد أن تحدثت وما شابه، فوجئت بحالة من حالات الرفض من قبل بعض الطلاب الأمريكيين، واتهموها بأنها مسؤولة عن جرائم الإبادة في قطاع غزة. فكان رد فعلها أنها لم تشتبك مع الموضوع، قالت إن انتخبتم ترامب فسيكون كارثة أو ما شابه يعني. لا، لم ترد على النقد ولكنها حذرت من ترامب. صحيح، لكن بايدن قالها صراحة أن هذه الانتخابات لها ما بعدها، وأنها ستحمل ما بعدها، سيحمل مزيد من الفوضى، وإن فاز ترامب فسيحدث كذا. لغة التهديد في الانتخابات الأمريكية لم تكن تصل إلى هذا الحد. يعني أعتقد أن هناك مزيد من الفوضى، مزيد من اللادبلوماسية في الخطاب. كمراقبة للشأن السياسي الأمريكي، دليل دلالات فيما يتعلق ب يعني الحياة السياسية الأمريكية أو تفاعلات السياسية داخل الولايات المتحدة، ربما قبل ظهور كامالا هاريس بعض المحللين كانوا يتهمون الحياة السياسية في أمريكا وربما الولايات المتحدة بشكل عام أنها في مرحلة شيخوخة. صحيح. انطلاقا من انه يعني الحاله الصحيه التي عليها بايدن والمرحله العمريه التي فيها، وترامب ايضا يعني الفرق بينه وبين بايدن 3 سنين او 4 سنين، فما يشبه ان المرشحين يعني في حاله شيخوخه، وكان واشنطن ليس لديها وجوه شابه تقودها في المرحله المقبله. فاذا كان من دلالات ما يعني من في ظل هذه الامور اللي حضرتك رصدتيها ترتبط في فهم المشهد السياسي الامريكي. تمام، دعنا يعني لا نقتطع المشهد أو الحدث من السياق، لأن المشهد الانتخابي أو الحدث الخاص بالانتخابات الأمريكية هو جزء من سياق دولي وعالمي. فانظر للحدث الأكبر، الحدث العالمي أو النظام العالمي الذي يتم يعني يولد ولادة قيصرية، يعني يولد ولادة صعبة جدا خلال هذه الفترة، لدرجة أن يقال بعض المحللين يقولوا حتى يعني يولد هذا النظام الجديد لابد بأن نعبر حرب عالمية ثالثة. فبالتالي السياق العالمي مضطرب وشديد الصعوبة والاحتدام، وفكرة وجود حرب أو يعني هي فكرة
سياق زمني، يعني لا يمكن أقول أنها خلال الشهر خلال آخر العام، لكنها ستحدث. يعني بتأيد الطرح ده دكتورة؟ أؤيد، لأن المؤشرات كلها تدل يعني وتؤدي إلى ذلك. إن لم يحدث ذلك فاعلم أن هناك تغيير في الحدث الحالي الآني، ولكن كل الأحداث الآنية تؤشر إلى ذلك، حرب إقليمية يتبعها حرب عالمية. لكن لو تم تغيير المشهد حاليا بالتالي المشهد المستقبلي حتما سيتغير. بس واشنطن تبدو حتى هذه اللحظة مع كل هذه الافتراضات ممسكة بقوة بمختلف الملفات على امتداد العالم. صحيح، يعني لكن صحيح في ممكن يكون النفوذ أو تعطيها مع بعض الملفات تغير، لكنها حاضرة وبقوة وليس صحيح. أدل مما يجري في غزة. صحيح، وبالتالي نجد أن بايدن ومن بعده هاريس أو التكتل الديمقراطي يسعى بقوة لتلجيم هذه الحرب ولتلجيم رقعة التسعها، بل بالعكس، يعني حتى وإن كنا كأمريكان أو سياسة أمريكية بندعم الحرب في غزة باطنيا، لكن ظاهريا نقول أننا لا ندعمها. نرسل المعدات العسكرية والأطنان العسكرية والمليارات، لكن دبلوماسيا وسياسيا وإعلاميا وخطبيا نحن لا ندعمها. لكن ترامب قالها، يعني أنا أعتقد أن ترامب يعني لا يكذب، بالعكس لديه من الجرأة كثيرا يعني. وما يحدث الآن هو دفع ترامب لنتنياهو لاستكمال الحرب، بل بالعكس لاتساع رقعتها لتمتد الأطراف أخرى، والأطراف الأخرى بالتالي ستشد معها أطراف أخرى. فأنا أعتقد أن إن جاء ترامب لربما تتغير الصورة والمشهد، لكن حاليا هاريس أو بايدن أو التكتل الديمقراطي لا يريد توسعة نطاق الحرب، لأن هذا أصبح عبء على الكاهل الأمريكي. وفي نفس الوقت أي اضطرابات حالية لا تصب في مصلحة التكتل الديمقراطي، بل بالعكس. طيب، أفهم ضمنيا من حضرتك إنه العالم بصدد إعادة تشكيل وصياغة موازين القوى على امتداد العالم، بما يعني ضمنيا أيضا حضرتك يعني تنفي أو تؤكدي إنه الولايات المتحدة الأمريكية نجمها في سبيله للأفول بشكل أو بآخر؟ يعني هذا ليس كلامي، هو المراقب السياسي يعني يختلف كثيرا عن المحلل التاريخي أو المحلل التاريخ السياسي، علم الاجتماع السياسي، فعلم الاجتماع الحضاري. هذه العلوم لو تبحر فيها بعض المحللين أو القراء أو المتابعين هيجدوا أن هناك في التاريخ حتميات، يعني وصول حتمي لمرحلة ما، وصول حتمي لأفول ما لدولة أو لصعود ما، ورأينا ذلك على مدار التاريخ. يعني التاريخ يعني أعتقد إلى حد كبير لا يكذب يعني. فبالتالي فكرة الأفول الأمريكي سيحدث، ولكن بشكل مختلف، بدرجات مختلفة، بطريقة مختلفة. وجود ترامب في المشهد السياسي بطريقته وأسلوبه يعني الذي نشاهده عليه، أعتقد أنه علامة فارقة في تاريخ أمريكا السياسي كله. فكرة الاضطرابات العالمية والاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأمريكي ليس في أعظم حالاته. فكرة الصمود الروسي في وجه هذا الطغيان الأوروبي والأمريكي ده أيضا علامة. الصين وامتدادها وفكرة التوسع، حتى هناك دول ناشئة يعني. وبعدين حتى احنا بنتكلم عن الاقتصاد، بنتكلم عن يعني عن طاقة متجددة، عن بترول، عن غاز، عن ممرات مائية، عن أشياء أعتقد لن تستمر أمريكا في التحكم فيها حتى يعني قيام الساعة يعني. فبالتالي لا يمكن التعويل على صمود أمريكا في وجه العالم أو أفول الحضارة الأمريكية أو أمريكا بشكل عام. التعويل هو أن يكون هناك تكتلات منطقية في العالم، تكتلات عادلة لتحتوي النزاعات والصراعات في هذا العالم. والمسألة هنا تتخطى كمال هاريس أو ترامب، أيا كان منهم من سيصل إلى كرسي الحكم، أن التغيرات دي حتمية. صحيح، بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات. بالتأكيد. طيب، استاذني كان ضم إلينا لهذا النقاش دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، انضم إلينا على الهواء مباشرة من ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك دكتور إحسان. تحياتي. طبعا لطالما شرفنا بحضرتك في حديث مطول ورؤية تحليلية لمجريات الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، وقد أظهرت بعض استطلاعات الرأي تقدما حتى لو كان طفيفا بقدر يعني لكامالا هاريس على حساب دونالد ترامب، هل تعتقد أن هذه المؤشرات يمكن بناء رؤية صلبة عليها باحتمالية فوز هاريس بالفعل، أم أنه لا يزال لدى ترامب
أمور ما في جعبته ممكن أن يغير من معايير التنافس؟ الوضع الذي كان عندما كان بايدن هو المرشح لم يكن طبيعي، يعني كان ترامب أقوى بكثير من بايدن لأن بايدن كان ضعيف بشكل استثنائي. المجتمع الأمريكي منقسم، يعني تقريبا نصف الشعب الأمريكي ديمقراطي، النصف الآخر تقريبا نصف جمهوري، وهناك يعني تقريبا 10% يعني 45-45 ب 10% مستقلين. فليس طبيعي أن يكون هناك مرشح بهذا الضعف عند الديمقراطيين، فكانت يعني ليس هناك منافسة، المنافسة عادة متقاربة، وهذا الوضع الطبيعي الذي نرى اليوم. تقدم كامالا هاريس يعني يقارب الوضع الطبيعي أن يكون هناك منافسة حادة، لا يكون يعني بايدن الضعيف الذي كان يعني وضعه سيء جدا للحزب الديمقراطي. فاليوم يعني تعود إلى شبه وضع طبيعي، منافسة يعني ما زلنا في هامش الخطأ الحسابي. ونعم هي تقدمت يعني عندها هانيمون فترة مع الإعلام، ولكن لم تعطي أي مقابلات، لم تعطي أي مؤتمرات صحفية. عند الأسئلة يعني توضح ماذا تريد أجندتها، عند أرقامها ربما تتغير، ولكن نعم هناك حماسة لكمالا هاريس اليوم. لكن لطالما دكتور أحسان وصف دونالد ترامب بأنه مرشح شعبوي بين قوسين، بمعنى أنه لديه قدرة على دغدغة مشاعر الجماهير في الشارع، فهل تعتقد أنه كمالا هاريس من الممكن أن تنزع من تحت قدميه بساط هذه الميزة التي أتمتع بها على امتداد فترة تواجده على الساحة السياسية الأمريكية؟ لا أعتقد إطلاقا. يعني هو المشكلة بالنسبة لترامب أنه كان يحضر لمعركة مع بايدن، وكان يعتقد أن المعركة يعني ستكون سهلة، وبايدن ضعيف جدا جدا، وكان يعني يظهر ضعفه أكثر مع الوقت، وتحولت يعني غيروا المرشح في اللحظة الأخيرة، يعني يمكن أن تقول. فاليوم المرشح هاريس، على هاريس ليس لها شخصية وحضور ترامب إطلاقا. يعني هي كانت بالانتخابات 2020 كانت الأضعف، وهي يعني خرجت من الحلبة في أول الانتخابات يعني، وكانت أرقامها ضعيفة جدا جدا. السبب الوحيد اللي هي اليوم في هذا الموقع أن بايدن اضطر أن يعينها نائبة رئيس، أنه طلبوا منها أن تكون هناك أمر أمن الأقليات، فعينها، ولكن لم يكن لها شعبية إطلاقا. كانت من أقل نائب رئيس بالتاريخ أمريكا شعبية. الملف الوحيد الذي قيل أن لها علاقة به وملف الحدود، والحدود ظلت مفتوحة لفترة طويلة يعني، وليس لها يعني شعبية، ليس لها كاريزما. اليوم الإعلام الذي يعني إلى جانبها تماما، لأنه أغلبية الإعلام ليبرالي وديمقراطي، ولكن عندما تتكلم هي ليست يعني لها الشخصية والحضور الذي عند ترامب. طب أخيرا دكتور أحسان، المتابع للمؤتمر الأخير للحزب الديمقراطي الذي قبلت فيه في هذا المؤتمر كمالا هاريس ترشيح الحزب لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واحدة من النقاط التي يعني لوحظت من قبل الكثيرين أن المتحدثين في هذا المؤتمر ربما انجروا أو هناك تغير في لغة خطابهم أقرب ما تكون إلى التلاسن تجاه دونالد ترامب. ربما هذه اللغة كان يجيدها ترامب في نقده لشخصيات كبايدن ككمالا هاريس أو غيرهم، لكن اللافت للنظر أنه ربما يعني أوباما بقدر بسيط كانت لغته يعني متماسكة وأفضل المتحدثين، لكن سمت عام أو صفة عامة في أكثر من خطاب ألقي في هذا المؤتمر هناك شكل من أشكال التركيز على شخص دونالد ترامب فيما يشبه التلاسن، وهي الصنعة التي يجيدها ترامب سابقا، فكيف ترصد هذا التغير يعني؟ من ناحية السخرية من الطرف الآخر، يعني هناك تاريخ طويل بالسياسة الأمريكية من السخرية من الطرف الآخر، يعني حتى لينكولن يعني الذي حرر العبيد في البلد أنهى العبودية، كانوا يسخروا منه ويقارنوه بالقرد، أو يعني بشكل يعني السياسة الأمريكية السخرية من الطرف الآخر بشكل قاسي من تاريخ البلد، ليس جديد من ترامب. ترامب يعني عندما يهزأ من الآخرين مثلا يقول تيد كروز الكذاب مثلا، او كروكيد هيلاري كلينتون، يعني يسخر منهم، هو يعني يكون سليبي جو، جون النعسان او النائم. في فرق بين شيطنة الخصم وبين السخرية منه، السخرية جزء من السياسة. في ظني الديمقراطيون لم يكونوا هكذا،
الديمقراطيين. صحيح، المشكلة مع الديمقراطيين عزيزي، وهذا يعني صلب الموضوع، أنه عندهم مرشح ضعيف كان بايدن، واليوم عندهم مرشح ضعيف أيضا وهي ترامب، وهي هاريس. فالضعف هاريس يعوده بالهجوم على ترامب وشيطناته وقول أنه يهدد الديمقراطية، يعني الديمقراطية والحريات، لأنه لا يريد التركيز على سجل بايدن ولا على برنامجهم. يعني نعم. يعني هو اقوى منهم بسجله، كان افضل، كان الاقتصاد افضل، الحدود افضل، فماذا يفعلوا؟ يركزون على شيطنه، يعني تخويف الشعب الامريكي من ترامب، مع انه كان في البيت الابيض يعني ولم تنتهي البلد يعني. نعم. هذا هو السبب، التركيز عليه شخصيا والهجوم عليه بالشكل القاسي. أشكرك شكرا جزيلا على هذا الوقت دكتور إحسان، ودائما نسعد بتشريفك لنا دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية متحدثا إلينا مباشرة من ولاية كنتاكي الأمريكية. شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتورة دينا، يعني فيما ارتبط بصلب السباق الآن، هل ترشيح كمالا هاريس أحد نقاط ضعف الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات؟ كان من المفترض أنه يبحث الحزب عن بعض الكوادر الأخرى ربما تكون أكثر قدرة على منافسة ترامب؟ والله يعني لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، يعني هم لم يجدوا، حتى كان الحديث، كان هناك إشارات على استحياء لكينيدي، كينيدي، وأيضا ذكروا ميشيل زوجة أوباما، وذكروا بعض الأسماء، وقالوا أن ميشيل ممكن تكون يعني أكثر جذبا وأفضل، لكن خبايا الاختيار وخبايا الإدارة داخل الحزب الديمقراطي لا يمكن أن تعلمها، خاصة وأن أوباما يعني يمسك بمقادير كثيرة وبأمور كثيرة داخل الحزب، أوباما؟ أوباما يعني، فبالتالي حتى الدفع بهاريس كان بقوة من قبل أوباما. فنحن ربما نجهل شيء يتم تخطيطه، يعني أو نجهل أن هناك عنصر أو عامل. أوباما لا يزال حتى هذه اللحظة له كلمة مسموعة في الحزب. طبعا بالتأكيد. فبالتالي هناك شيء ما يعني لا نعلمه، ربما يكون الدولة العميقة، ربما يكون بعض اللوبيات، سواء يهود، اللوبيات اليهودية أو الصهيونية أو حتى غيرها، يعني كاللوبي الروسي أو اللوبي الإيراني أو اللوبي الخليجي، أي مكان، يعني هناك لوبيات كثيرة بتتحكم في المال السياسي للانتخابات الأمريكية وفي الدفع بالمرشحين. حتى جون كينيدي يعني في الآخر ذهب وقال أنه يعني سيساند ترامب، هو يعني ذهب لترامب فعلا بالتأكيد. فبالتالي يعني ترامب لا نعلم، يعني من ضمن صحيح المضحكيات المبكيات يعني، فلا نعلم هذه انه كان الانتخابات قبلها بيوم بينتقد ترامب وبيكيل له الاتهامات يعني. وهكذا حدث مع إيلون ماسك يعني أيضا. فبالتالي هناك أشياء تحدث بوتيرة سريعة وبشكل غريب يعني أو مختلف. عشان كده قلت الحركة في البداية في تحولات درامية حادة بتحصل، صحيح، في هذه الانتخابات. لذلك أنا لست مع فكرة الحسم الآن بمن سيفوز، المؤشرات هنا وهناك، الدلالات هنا وهناك، لكن يكفيني على الأقل قناعة حضرتك، يعني برضو قراءة حضرتك الخاصة بيك. صحيح، دي نقطة ضعف ترشيح كمالا هاريس بالنسبة للحزب الديمقراطي، ولا صعب ان احنا يعني نصفها بهذا التوصيف بشكل صعب مطلق؟ صعب. على فكره يعني انا من وجهه نظري الشخصيه لا ارى انها امراه ضعيفه الى هذا الحد، يعني ربما هي ليست سياسيه بالمعنى بالحنكه السياسيه، و هي امراه قضاء وقانون، و لكنها ليست بهذه السذاجه وليست بهذا الضعف الذي بالعكس انا ارى انها امراه قويه وقادره على المنافسه، بدليل أنها خلال فترة بسيطة استطاعت أن تحرك مؤشرات لتتغلب على الفارق ما كان بين ترامب. لاحظ حضرتك أنه النجاح اللي هي حققته ده يرجع لضعف بايدن أكثر منه قوتها. صحيح. يعني ترامب كان متفوق عليه لضعف بايدن في هذه المنافسات. وهناك نقاط ضعف لدى ترامب أيضا. يعني هناك نقاط ضعف لدى ترامب، وإلا لماذا يهاجمها بهذا الشكل؟ ولماذا هذه الاتهامات وهذه الألفاظ وهذه الشتائم؟ لماذا إن كانت ضعيفة يعني؟ ما كان يمكن تجاهلها، ما أنا سأفوز في النهاية. لماذا يقول أنها ليست مع الصهيونية وليست مع اليهودية وليست مع اليهود ويحاول أن يقلب إسرائيل عليها؟ لماذا يدفع بنتنياهو دفعا إلى الهاوية لتقوم حرب إقليمية يعني في هذه الفترة ليتم توريط الديمقراطيين وبايدن وهاريس وما إلى ذلك؟ تشعري ضمنيا أن نتنياهو ينتظر ترامب؟
بالتأكيد بفارغ الصبر. يعني أنا أعتقد أن يعني نتنياهو ليس في تخيله خالص التعامل مع بايدن أو من سيرشحه بايدن، لأن بايدن الآن أو المرشح الآن هو هاريس مكان نائب بايدن، فبالتالي نتنياهو يرى ضعف ويرى يعني أنه انتهى دوره، فلنبدأ صفحة جديدة مع شخص جديد لديه من المقايدات ليست السياسية بل بلغة المال ولغة رجال الأعمال. فبالتالي أنا أعتقد أن نتنياهو يميل إلى ترامب. في نفس الوقت أعتقد أن الروس يميلوا إلى ترامب. طب قبل الوصول إلى هذه الملفات الخارجية، دعينا ننتهي من بعض الملفات اللي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. في سباق المنافسة أو الشد والجذب بين الحزبين الجمهورية والديمقراطية. صحيح. واحد من الملفات التي زايد كل خصم على خصمه ملف الخدمات الاجتماعية المقدمة للأمريكيين خاصة الطبقات الوسطى. ترامب قبل هاريس تحدث هكذا: كل شخص وكل عائلة تأثرت سلبا من سياسات بايدن وهاريس ونالها ما نالها من الفقر والحاجة ستتحسن حالتكم معي أنا دونالد ترامب. صحيح. يتحدث بكل ثقة بنفسه واعتزاز وربما غرور. صحيح. تأتي هاريس بعده بأيام قليلة وتتحدث على أنها خرجت من طبقة اجتماعية متوسطة وأسرة ميسورة الحال وستسعى جاهدة لتعويض كل الشرائح التي تضررت اقتصاديا في خلال الفترة الماضية وستبذل قصارى جهدها لإحياء الطبقة المتوسطة، مع التذكير أنها هي أيضا مسؤولة لا تزال في الحكم يعني. لكن الشاهد هنا أن كل من الطرفين يزايد على الآخر في دعم شرائح بحاجة لدعم اقتصادي وخدمات اجتماعية. أي صحيح. الطرفين أقدر على تنفيذ هذه الوعود؟ صحيح. يعني في الغالب لا يأتي رئيس أمريكي يدخل السباق الانتخابي أو مرشح يعني أمريكي يدخل السباق الانتخابي ولا يتحدث عن فكرة الخدمات والاقتصاد والبطالة وبعض النقاط يعني والتأمين الصحي وما إلى ذلك. أوباما فعل ذلك، ترامب فعل ذلك، بايدن فعل ذلك. كانت نقطة ضعف في أواخر حكم ترامب وما يعني جائحة كورونا وتذبذب أو الهزة اللي حصلت في اقتصاديات العالم ليس فقط في أمريكا، لكن المواطن شعر بها كثيرا، خاصة أن هناك نسبة بطالة زادت بشكل يعني سريع جدا. فكان خطاب بايدن حينها أنه سيتجاوز هذه المحنة الاقتصادية وسيحاول أن يقلل الفارق، وبالفعل على فكرة يعني بالفعل في بداية حكم بايدن هو استطاع أن يقلص الفارق ما بين نسب البطالة، أن يحسن الاقتصاد. ويعني أنا أرى أن الملف الاقتصادي كان يسير بشكل جيد في بداية حكم بايدن، لكن العالم كله يعاني من فترات تذبذب اقتصادي وهزة اقتصادية، فبالتالي برضو أواخر حكم بايدن بدأ أن يكون هناك هزة. لكن الشعب الأمريكي يعني ليس بالغبي أو المغفل، هو يتابع ويعلم كل شيء. فهذه النقطة سواء يراهن عليها بايدن طب يراهن عليها ترامب، فأواخر حكمه كانت يعني هناك أزمة اقتصادية لديه، وإذا راهنت عليها هاريس فبالتالي سيقال أو يشار إليها بأنك كنت نائب الرئيس وهناك هزة أيضا حدثت يعني في عهدك. فبالتالي الفارق ما بين الاثنين ليس بالفجوة، هو فارق طفيف، وأن هناك من يقتنع ويصدق ترامب، هناك بعض الفئات القومية والعنصرية واليهودية وما إلى ذلك وبعض اللوبيات الخارجية، وهناك أيضا بالنسبة لهاريس من يصدقها سواء كانوا من المهاجرين أو غير الأمريكيين الأصليين وما إلى ذلك، يؤيدها بشدة أيضا يعني، وبعض العرب يعني بعض اللوبيات العربية. فبالتالي أنا لا أرى أن هناك فارق كبير أو تمام. فجوة كبيرة ما بين الاثنين. طيب سريعا نطوف حول بعض الملفات الخارجية لأنه معنا حوالي 5 دقائق. فيما يتعلق بقضيتنا الشغل الشاغل والهم الجاثم على صدورنا منذ صحيح. أكثر من 70 سنة، الاحتلال الصهيوني لفلسطين الحبيب، هل تعتقدي أنه من الغباء أن نبقى نردد ذات السؤال الذي يتكرر مع كل انتخابات رئاسية أمريكية: من سيخدم القضية الفلسطينية أكثر من الآخر؟ لأنه واضح أنه جميعهم سواء يعني في فكرة دعم الصهيونية أو دعم إسرائيل، أم أنه ربما يكون هناك متغير مع فاتورة الدم التي دفعها الفلسطينيون في غزة؟ صحيح. يعني رأينا أن ترامب لم يكن ملاكا، يعني ترامب من قال لننقل العاصمة إلى القدس واتخذ القرار بمنتهى القوة والجرأة، ولم يعني لم يقف أمامه أحد ولم يعترض أحد يعني.
كانت مجرد خطابات شجب وإدانة من الجامعة العربية. فبالتالي ترامب يعني لا يمكن أن يعول عليه في فكرة دعم القضية الفلسطينية أو دعم الشعب الفلسطيني. نعم. قولا واحدا. أما في الجانب الديمقراطي هكذا أيضا، يعني مليارات ذهبت إلى إسرائيل، ومعدات عسكرية ذهبت إلى إسرائيل، وكافة الدعم حتى وإن كان بشكل خفي أو بشكل علني. فلا يمكن لأحد أي مكان المعسكر التابع له أن يتنحى عن فكرة دعم الابن المدلل أو الابن المدللة دولة إسرائيل، لا يمكن، هذه سياسة. فحينما نقول ستتداعى أمريكا أو ستضعف قوة أمريكا، بالتالي ستؤثر على إسرائيل. لكن الغريب في الأمر والمدهش أن إسرائيل لا تعول فقط على الدعم الأمريكي تماما، هناك بعض الدول الأوروبية تدعم أيضا إسرائيل، ولا يمكن أن تحيد عن دعم إسرائيل. هل يمكن لألمانيا أو السياسة الألمانية أن تحيد عن دعم إسرائيل وتدعم الشعب الفلسطيني أو القضية الفلسطينية؟ والأدهى والأمر أن هناك دول عربية اتخذت مسارا مثل ألمانيا ومثل أمريكا، وهو دعم صريح للسياسة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي، وليس لدعم الشعب الفلسطيني، ودعم يتخطى الدعم السياسي لدعم مادي ولوجستي. لكن الرهان هنا على التغيرات التي ستحدث والتقلبات التي ستحدث، التغيرات السياسية إقليميا وبشكل منفرد. يعني أنا أعتقد أن هناك دول فعلا ستتداعى. يعني أنا عشان هقاطعك سريعا في بعض النقاط اللي هي صحيح. أقرب ما تكون التلغرافات، سامحيني. يعني هناك بعض المحللين يعولون على فكرة الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية، وهي بالمناسبة أسابيع قليلة وتبدأ دراسة هناك ويحسب حساب هذه المسألة. هل تعتقدي أن الحراك الطلابي سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في مختلف جامعات العالم، ونتمنى أن الجامعات العربية أيضا تشهد ولو قدرا من التعاطي مع القضية الفلسطينية، هل من الممكن أن يكون ده اللي خارج حسابات الكل ويقلب يعني حسابات كل الأطراف؟ يعني في الواقع منذ يعني بداية 7 أكتوبر وهناك بعض التحركات الشعبية في مختلف دول العالم التي مثلت ضغط سواء على السياسة الأمريكية أو حتى في داخل إسرائيل. يعني هناك تظاهرات ليس دعما للقضية الفلسطينية، ولكن تظاهرات ضاغطة في الداخل الإسرائيلي على نتنياهو وسياسته، وما زلنا نرى حتى هذه اللحظة نتنياهو في مقعده لم تهتز له شعر. أيضا في أمريكا رأينا العديد من المظاهرات والتحركات في الجامعية وغيرها، ولكن للأسف هي تضغط، ولكن ليس بالقوة التي تغير مسار السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. لذا حينما بدأت فكرة المصالحة تم اغتيال إسماعيل هنية. إذن هناك من يتحكم في وقف المسار الطبيعي للقضية الفلسطينية. المسار الطبيعي هو المصالحة، الاتفاق على النقاط الخلافية، إدارة المعابر، من سيحكم القطاع، مستقبل السلطة. بمعنى أن هناك من يريد إشعال المنطقة أكثر بالتأكيد وأكثر. وعلى رأسهم بايدن، وهناك أطراف خفية خلف لكن بايدن. لكن تحديدا في جملة واحدة دكتورة، الحراك الطلابي، لأنه شاهدنا قبل كده أنه طلاب في أمريكا يؤثر ولكن ليس بقوة، أثروا على إيقاف حرب كحرب فيتنام مثلا. ده في أزمنة ماضية وليس الآن. هناك تبجح، هناك لغة المال، لغة الاقتصاد، لغة المصالح. عظيم. يعني حتى حضرتك قلت نتمنى أن نشهده في دولنا العربية. وهل رأينا شيء في دولنا العربية؟ حالة من حالات الموات. طيب فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية، لأنه كامالا هاريس انتقدت بشكل واضح جدا كيم يونغ أون، وربما توعدته بشكل أو بآخر، واتهمت ترامب أنه كيم يونغ أون يتلاعب به. صحيح. هل تعتقد أنه توعدها لكوريا الشمالية يمكن أن نترجم على أرض الواقع؟ يعني ما الذي ستفعله لكوريا الشمالية إذا قدر لها أن تأتي إلى كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة؟ ما أنه أيضا ده من باب الاستهلاك الانتخابي. صحيح. هو مزيد من العزلة، مزيد من العقوبات. كوريا الشمالية اتخذت المعسكر الشرقي الروسي والصيني والإيراني، فبالتالي هي لابد أن تقول ذلك، لأن هذا المعسكر إلى حد ما ترامب يحترمه ويبجله، وفي خطاباته يعني يرى أنها لا يمكن يعني أن نكون، لماذا نكون أعداء يعني مع هذا المعسكر سواء كان، لكن هو في نفس الوقت المعسكر الديمقراطي. تحدثت بمعنى أنه كيم يونغ أون يتلاعب بترامب أو يستغله، يضحك عليه أو لكن ترامب مقتنع بهذا المعسكر، أنه لا يمكن أن نظل في حرب باردة أو حتى حرب مباشرة أو مواجهة مباشرة مع هذه الأطراف. طبعا. حتى وإن كان بعض الخطابات تجاه الصين مختلفة،
يعني بعض طيب. خطاباته تجاه الصين مختلفة. فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، هي أوضحت أنها تقف بامتياز في المربع الذي يقف فيه حلف شمال الأطلسي وأوروبا. صحيح. وتدعم الحرب، لأنه من البداية بايدن بيدعم هذه الحرب، لكن لغة ترامب مختلفة، قال أنه هينهي الحرب. لا، بالتأكيد، لأنها عبء مادي لن تحقق أي مكاسب لأمريكا تماما، لن تحقق أي مكاسب، فبالتالي لماذا أستمر في هذا الدعم؟ ولماذا لا نصبح أصدقاء مع الروس؟ ترامب يميل إلى بوتين. الحالة المزاجية الأمريكية في الشارع الأمريكي أقرب لإنهاء الحرب؟ بالتأكيد، لأن حتى هذه اللحظة يتساءلون، هذه المليارات التي ذهبت إلى أوكرانيا ما نفعها وما جدواها؟ ما الذي عاد إيجابيا بها على الشعب الأمريكي؟ لا شيء، لا انتصار محسوم، لا نتيجة تحسم، مزيد من الاستنزاف، حرب استنزاف للأمريكا وللشعب الأمريكي وللاقتصاد الأمريكي. طيب، أخيرا في عجالة، لأنه ده كان لفت للنظر، هي تحدثت على أنها تدعم القوات الأمريكية في مواجهة إيران، ربما بهذا الشكل تحدثت إن لم تخن الذاكرة، بما يشي بشكل أو بآخر أنه ثم التصعيد زي ما حضرتك بتتوقعي في المنطقة، لأن حديث عن إيران لم يكن حديث مثلا سنتحدث مع إيران عن الملف النووي الإيراني أو غير ذلك، تحدثت عن دعم القوات الأمريكية في مواجهة إيران. إن قامت إيران بأي تحركات، ولكنها تتحدث عن التصعيد بشكل أو بآخر أو المواجهة العسكرية، يعني لابد في هذه المرحلة، ما هي مرحلة حسم انتخابي، لابد أن يتم تلجيم إيران حتى لا تتسع رقعة الصراع. يعني إلى حتى هذه اللحظة أين الرد الإيران؟ وبالتالي إيران تحاول أن تهدئ من تحركاتها وتصرفاتها لتحتوي الموقف حتى تأتي هارس. إن جاءت هارس، أنا أعتقد أن العلاقة بين أمريكا وإيران ستكون في حال جيد وليس سيء، على عكس ترامب يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ومعذرة إذا كنت قطعت حضرتك في الدقائق الأخيرة، لكن كنا عايزين نعرف رأي حضرتك طبعا على هذه الملفات. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة، وإن شاء الله نسعد بلقاء حضرتك مرة أخرى. دكتور دين عبد المحسن، مدير مركز العرب للبحوث والدراسات. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا، أبقى موصولا لحضراتكم، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا متابعينا لما نقدمه لكم من خدمات إخبارية على مدار الساعة عبر شاشة قناة النيل للأخبار. إلى اللقاء.